معانا المقلوبة والبتنجان أبو قلب أبيض ومن بره أسود زي الشيف البوغازي. أنا قلب أبيض، أنتوا عارفين أنا بحب البتنجان، أنا بسميه لحمة الفقير. البتنجان ده عناصر غذائية غني بالحديد، غني بالألياف، مفيش منه مشاكل خالص غير إن هو بيشرب شوية زيت، ودي خلاص وصلت الأبحاث العلمية والطهوية إزاي ما يشربش زيت. يا إما ترشيه بشوية دقيق، ما ترشوش بالمية، رش المية عداوة، يا إما ترشيه بشوية ملح وتسيبيه في بصفة. دول حلين وسط لان هو ما يشربش زيت، اما هو قلبه ابيض. هنعمله مقلوبه النهارده بالدجاج، بس انا المقلوبه بتاعتي مقلوبه سريعه كده ولطيفه، وخاصه للمبتدئين في المطبخ اللي حابين ياكلوا مقلوبه. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. مقاديرها على الشاشه. بتنجان انا محمره ومجهزه، معاه فلفل حلو كده لقيته من غير بذر عجبني، فلفل رومي احمر حاجه طالعه في السوق حلوه شكلها حلو، ومعانا بصل ومعانا ثوم ومعانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون وصدور فراخ. يعني انا اللي معايا الفراخ النهارده صدور مش فراخ سليمه. فتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. المقلوبه تتعمل بزيت ولا بسمنه يا شيف؟ زي ما انت عايزه. انا هعملها بمعلقه سمنه حلوه ومعايا شوربه على النار. كان عندنا لحمه امبارح ومعايا شوربه لحمه موجوده على النار او شوربه فراخ اللي موجود مفيش مشكله، بما ان انا بعملها بصدور فراخ. انما لو بتعمليها بفراخ سليمه طبعا هتسلقي الفراخ وتاخدي الشوربه بتاعتها. دي الخطوات اللي هي بالتفصيل يعني. حلو الكلام. هنبدا نحمر. هاخد الفراخ دي اقطعها اوسع كده لنفسي شويه. حلو الكلام. البصلية بتتحمر زي الفل، وعندي صدور فراخ هاخد صدور الفراخ دي اقطعها مكعبات صغيره. ليه يا عم الشيف؟ علشان احمرها في الزيت واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. السكينه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. باخد الفراخ كده مقلوبه، يعني لازم الفراخ تبان بشخصيتها غير لما تعملها بفراخ سليمه. صدور زي كده اهي بالشكل ده كده. انتظروا مني ان شاء الله الاسبوع ده مفاجاه بمناسبه كحك العيد والبتفور والبسكويت بكل انواعه، بسكويت البرتقال، بسكويت النشادر. شايفين الدجاج؟ الفراخ تبلتها تتبيله سريعه كده وحطيتها في قلب الزيت تتحمر. حاجه كده لطيفه وجميله وفكر جديد للمقلوبه. معايا بصلايه بتاخد لون زي الفل بالشكل ده كده اهو، وهي بتتحمر كده يا عم الشيف ننزل بالرز المصري بتاعنا نفلفل الرز مع البصلايه ونحضره للمقلوبه اهو، واحده واحده مع بعض اهو. ده الرز المصري. هتقول لي المقلوبه تتعمل برز غير مصري؟ ما تنفعش، في كل بلاد العالم المقلوبه لازم تتعمل برز مصري. علل ولماذا؟ لانه غني بالنشويات اللي بتساعد على ان المقلوبه تمسك نفسها عشان نقلبها في الصينيه بعد ما تستوي. هنبدا نتبل الرز بتاعنا ده كده بتاع المقلوبه بشويه بهارات. ايه البهارات بتاعتك يا عم الشيف؟ عندي شويه ملح، شويه فلفل بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. معانا شويه كمون عشان البتنجان بيحب الكمون، شويه كزبره ناشفه، شويه كركم حلوين. حلو، خلصت المقلوبه زي الفل وشويه فلفله حلوه. تمام. المقلوبه لازم تجهزي صينيه، الصينيه دي تكون على قد الحله. يعني وانت بتفكري تعملي المقلوبه حطي في الاعتبار عندك صينيه على قد الحله. كوارع بتجيبيها تسلقيها وبعدين تتخلصي من ميه الزفاره بتاعتها، بعدين تحط عليها البهارات الحبهان والبوكي جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والتوب كل ده مع بعضه، وتسيبها تغلي وتستوي وتتهري. انا بحبها مخليه، وبعد ما تتخلي يا اختي تعملي لها الطشه بتاعتها وتحطي معاها شويه حمص مسلوقين وتاخد غلوه وبالف انا وشفا. عايزه تعمليها فته حطها على عيش ورز، مش عايزه تعمليها فته وتعمليها طاجن اهلا وسهلا. الرز بيتشوح في السمنه البلدي، والبهارات بتاعتنا زي الفل بالشكل ده كده اهو. التشويحه دي مهمه اهو زي الفل. ارجع الرز تاني، الخطوات دي مهمه جدا. اخد الرز اخليه هنا تاني كده بقى اهو، التشويحه دي لازم اهو، واخد الحله بتاعتي واسيب شويه صغيرين فيها اهو. شفت المقلوبه؟ شويه الرز دول مهمين زي ما هم كده اهو زي الفل. تمام. معانا بتنجان، واحنا مع بعض ان شاء الله بطريقه سهله وهنعمل كعكه العيله اللي تلبنا كلنا نفطر بقى الصبح يوم العيد. قرن الفلفل ده مش عايز ينزل ليه؟ تعالى اهو. حلو. وادي الفراخ، شفت السرعه اهو. صدور فراخ ونتحلى على النار. شويه الرز دول يتحمصوا عشان هما دول عنوان المقلوبه، ونحط تاني شويه رز.
عندنا شوربه، خلي بالك اهو الرز ينزل كده اهو. نعم يا غالي، ده نعناع اخضر. يسالني ايه اللي ده؟ ده نعناع اخضر اهو. ونحط بتنجان، طبقات طبقات من البتنجان والفلفل. عايزه تعمليها بالارنبيط تعمليها زي ما انت عايزه. ده عود نعناع اخضر اهو، نفس القصه هنا. اللهم صل على النبي. فراخ. نعم يا غالي، سؤال من الكنترول، مش عارف عايزين ينافسوني ولا ايه؟ شيف مغازي، يا نعم، نقدر نعمل المقلوبه دي بفراخ سليمه؟ ينفع، ما ينفعش ليه؟ نمسك الفراخ نقطعها على اربعه ونعملها تبقى زي الفل. اه. عينيا، هنقفل المقلوبه وناخد بعضينا ونجري. اهو. ناخد الرز ده كده. اه. الله. وهي على النار، خلي بالك الرز هنا متبل. والشوربة هنا فيها شوية بهارات من اللحمة بتاعت امبارح، كانت لحمة ضاني كنت عاملة ملوخية. اه. ناخد الفلفل ده على الوش عشان عنوان المقلوبة بتنجان، واللي عايز يبحث واللي عايز يتعب ويشقى يلاقي الفراخ جواها. ناخد بعضينا نشيل الحاجة دي كده من هنا، اللهم صل على النبي، ونشرب المقلوبة دي يا عم الشيف بالشوربة بتاعتنا. اه. تعال يا شوربة. اللهم صل على النبي. اه. الشاطر بقى يقول لي عيار الميه هنا قد ايه؟ الشاطر. اه. مقلوبه رز تفلفل، رز تفلفل، وعندنا بتنجان هيدينا سوائل، وعندنا فلفل هيدينا سوائل، وانا بصراحه بعشق شويه الرز اللي بيبقوا جوه البتنجانيه بعد المقلوبه دي ما بتستوي، باكلها بتبقى زي الفل. نشوف المقلوبه بتاعتنا نقلبها مع بعض سريعا في سيرفيس حلو كده، نجيب السيرفيس بتاع المقلوبه. اهو مقلوبة بالبتنجان والدجاج سريعا مع بعض عشان وقتنا أزف. اللهم صل على النبي. ايه الأخبار يا حاجة؟ فيها بتنجان، فيها دجاج، فيها خضار، فيها فليفر، فيها حب. قلبة وقومة. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. يا نعم. حاضر يا فندم، هنختم دلوقتي ان شاء الله. حاضر، لازم نسمع الكلام. اللهم صل على النبي. الله الله، يا مسهل الحلو. وادي المقلوبه بتاعتي بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اللهم صل على النبي. ادي المقلوبه بتاعتي زي الفل. باخد حبات الفلفل الحلوه دي كده بحطها هنا كده مكانها. الله، مقلوبه بالبتنجان والدجاج. حاضر، والله العظيم خلصت اهو. حاضر. مطبخنا النهارده مميز لانه في مناسبه جميله تجمع ثلاث اعياد، عيد تحرير سينا، عيد قيام المجيد لاخواننا المسيحيين لاخواننا الاقباط، وكمان عيد الربيع اللي هو عيد شم النسيم. عملنا تورتايه جميله، تورته عيد الربيع، عملنا بصمه الجلاش بالمكسرات، عملنا رنجه مشويه لاول مره، شويه سمبوسه حلوين لطاف حلوين بالخضار. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.